رغم آثار الحرب الشاخصة وما لحق به من أضرار نتيجة معارك التحرير، سوق باب السراي الذي يعد أول سوق في تاريخ الموصل الحديث افتتحت اليوم بلدية الموصل أبوابه شكليا أمام أصحابه نتيجة لحجم الدمار الذي أصابه بعد عمل متواصل لكوادرها في حملات تنظيف واسعة بالتعاون مع أصحاب المحال ليكون أول سوق في المدينة القديمة تعود له الحياة. بهذا الخراب والدمار هنالك نقطة ضوء أطلقها أبناء مدينة الموصل السوق. البلدية كانت متعاونة مع أصحاب الأسواق لغرض فتح الطرق، واستطعنا الحمد لله بجهود أبناء المدينة ودعم من بلدية الموصل وبلديات نينوى من فتح جميع طرق السوق. من جانبه أكد قائد الفرقة الخامسة شرطة اتحادية مواصلة الفرقة في إزالة مخلفات الحرب وتقديم المساعدة لأهالي الجانب الأيمن لإعادة إعمار مناطقهم المتضررة لضمان استئناف أعمالهم. تقديم كافة التسهيلات ومساعدة المواطنين في الجانب الأيمن لإعادة إعمار مناطقهم في رفع الأنقاض وإعادة تأهيل هذا السوق. عدد من أصحاب المحال في السوق أكدوا أنهم ساهموا بإعمار محالهم على نفقتهم الخاصة، مطالبين الجهات الخدمية بالإسراع في توفير الماء والكهرباء وإعمار الجسر القديم الرابط بين السوق والجانب الأيسر مباشرة، كونه رابطا رئيسا لإعادة الحياة إلى السوق. جهود ذاتية وبهمة أهل باب السراي قامت الجهود الذاتية بإعمار هذا السوق. يحتاج إلى افتتاح الجسر القديم الذي سيعيد الحياة لهذا السوق. ووفق مؤرخين موصليين فإن سوق باب السراي يمتد عمره لمئات السنين ويشتهر بتعدد الحرف اليدوية القديمة والشواهد الحضارية التي اشتهرت بها الموصل على مدى عقود طويلة. ويرى مراقبون أن افتتاح سوق باب السراي فتح نافذة أمل لأهالي المدينة لما يحمله هذا السوق من تاريخ يعود إلى قرون عدة كأقدم سوق في مدينة الموصل. من الموصل هيثم أحمد، الحرة.